تقدمات كبيرة وانتصارات كبيرة حققتها الولايات العمالقة على ميليشيا الحوثي التي قامت بقصف عشوائي محاولة استهداف مواقع الولايات العمالقة، لكنها قصفت أحد البيوت ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة طفل. هنالك اشتباكات متواصلة بين الجيش الوطني وقوات العمالقة مع الميليشيا الحوثية. هنالك هجوم مكثف تقوم به هذه القوات وتحديدا قوات العمالقة على الميليشيا الحوثية في هذه المديرية، مع ضربات مركزة لطيران تحالف دعم الشرعية الذي يستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية وتحصيناتها في هذه المديرية. استطاعت الولايات العمالقة ملاحقة ميليشيات الحوثي في غرب محافظة شبوة وكسر أيضا شوكة الميليشيات، وتلقت الميليشيات ضربات قاضية في هذه المحافظة بعد سقوط عسيلان وبيحان والتوجه نحو محافظة البيضاء. هنا في المناطق المحررة حديثا يستعد فريق مسام لتمشيط المنطقة من الألغام والمتفجرات التي زرعت بطريقة عشوائية، مهمة تنطوي على الكثير من الخطورة، وهي العربية والحدث ترافق هذا الفريق أثناء مهمته.